السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عبد الشكرى لنقف على الأشغال نتاع الحديقة العمومية الثالثة، هذه الذي يعني الأشغال تقرب من نهاية تاعها على مستوى المستشفى المركزي لمدينة إذن بسكرة، ونشوف أنه المساحة كبيرة، هي الأكبر إذن في مدينة بسكرة. نترككم تتابعون زيارة تعوالي ولاية بسكرة إلى هذه الحديقة العمومية الجديدة، والسلام عليكم.